أحلى صباح. صباح الخير لكل الأشخاص اللي انضموا على شاشة تلفزيون لبنان مباشرة تنتابع صبحية حلوة ببرنامج أحلى صباح. أكيد مواضيع غنية وضيوف عديدة منتشاركها بساعتين ونص من الوقت تنقدر نغنيكم ونوصلكم المعلومات تتقدروا تستفيدوا بنهاركم وتقلعوا بهنهار بطريقة حلوة وإيجابية. رح اترافق بهذه الحلقة أنا وزميلتي باتريسيا سماحة. بونجور باتريسيا. صباح الخير جوزيف. كيفك اليوم؟ دايما أحلى صباح معك أحلى. بدي أقول صباح الخير لكل المشاهدين، حلقة جديدة من أحلى صباح منبلشها معكم طبعا بمواضيع كثيرة ومواضيع جديدة، ودايما ضيوفنا هن أحلى ضيوف لأنه نحن دايما بقول نطلع على المضمون، نطلع على الشيء اللي حقيقي عم بيصير ليكون برنامجنا عن جد هادف وعنده رسالة 100%. يعني بالنهاية كمان نحن أنا دايما بقول بالبرنامج بختنب كتير من المعلومات من الضيوف، وبعتقد كل الأشخاص اللي بتكون عم تحضر دايما يعني لو حاطين أوقات البرنامج هيك بالخلفية هن وعم بيشتغلوا أو بيكونوا عم بيعملوا إشياء بالبيت، كمان ستات البيوت لو شو ما كانوا عم بيسمعوا إلا ما يلقطوا فكرة كمان تقدر يستفيدوا منها أو يقدروا هيك يغنوا حالهم بالمعلومات الجديدة. تعرف جوزيف، أنا بحس الإعلامي لازم يكون مطلع على كل شيء، لأنه أنت بتحاور طب، بتحاور اقتصاد، بتحاور سياسة، بتحاور مجتمع مدني، فبيكون عندك فكرة عن كل شيء. هيدا الباك جراوند يلي من خلال مقابلات تعملها أو من خلال لقاءات تعملها بشكل عندك عن جد خلفية فيك تكون وين ما كان عم تفهم بأي شيء. هلأ مش إنه أفهم، بس دايما هيك بتحس في مجموعة من المعلومات بتصير عندك. مثلا وقت كورونا صرنا نعرف كثير بموضوع كورونا، مزبوط، لأنه يعني استضفنا العديد من الأخصائيين، كثير استضفنا أطباء وبروفيسورية. كمان الإعلامي دايما بده يقرا، بده يكون عنده عن جد باك جراوند، بده دايما يكون عم بينبش على كل شيء جديد، عم بينبش على كل معلومه جديده ليكون بالفعل عم يقدر يحاور الحكيم، عم يقدر يحاور السياسي، عم يقدر يحاور حتى بالاقتصاد. يعني دايما نحن بنشوف كمان باتريسيا يعني هذا المجتمع، نحن وين ما رحنا حيلا مطرح زياره، يمكن باجتماع وين ما كنا بلقاء معين مع حيلا شخص، يمكن ينطرح موضوع نحن ما خصنا فيه او ما بنعرفه ولكن عندنا معلومات صغيره عنه. حلو كمان نحن حيلا شغله بتهمنا بالحياه الطبيعيه لما نسمع خبريه، لما نسمع كمان مقابله معينه على التلفزيون نروح نفتش على الموضوع اكثر، نعرف معلومات اكثر، كرمال لما نكون كمان قاعدين بمحادثه معينه نقدر نحن نطرح موضوع، لانه الشخص دغري ثقته بنفسه بتبين لما يكون عنده معلومات كافيه عن موضوع معين ان كان عم بينحكى فيه او هو عم بيحكي فيه كمان. وهذه نقطه كثير مهمه لكل الاشخاص، يعني ما حلو نكون قاعدين نزت فكره معينه وما نقدر نكمل الحديث عنها. ومثل ما ذكرتي باتريسيا، نحن كمان ببرنامجنا دائما بنسال الاسئله كانه عم بيسالوها المشاهدين، مش كانه نحن عندنا خلفيه او بنعرفهم او عندنا يمكن محضرين بايدينا اوقات اعداد معين، فدائما بنجرب نقرب المشاهدين ونشاركهم كمان بالمقابلة. دائما في اعداد اكيد دائما جاهز، هيك بدي وجه تحيه كمان للمعدين بالبرنامج، بس الباك جراوند تبع المذيع ببين من خلال حوارات المعد بحط القصص الاساسيه، بس طبعا بالحوار بتبين ثقافه الاعلامي يلي عم بيحاور، مع انه بعض الاعلاميين بيجربوا يتفلسفوا على الضيف، هذه الحمد لله نحن معنا اياها، بصير عم يزركوا، بصير عم ما عم بيخليه يحكي الفكره، يعني معك هيدا الوقت ضيف معه مثلا لتسي 20 دقيقه بده يوصل الفكره ب 20 دقيقه، يعني انا ما عم بسمعك لك مفروض تسالي، لازم ينسال كرمال المشاهد يفهم شو عم ينحكى. وبالنهايه اسمه ضيف، يعني نحن بس يكون عندنا ضيف لازم نكرمه، لازم نعززه، لازم نسمع له، وهي اهم نقطه. بتعرفي عم نحكي عن ضيوف وعم نحكي عن كل هالاشياء، لبنان هيدي الصيفيه عم بيعم بالضيوف كمان، وخاصه المغتربين اللبنانيين اللي عم بيجوا من السفر. منهم ضيوف المغتربين هول اهل البيت، اكيد منهم ضيوف، بس دائما لما يجي كمان حدا عايش برا او مسافر بنعمل له همروجه كانه جاي استقبال وعرس، فاكيد هذا الشيء بكبر القلب. وعم نشوف الحجوزات بالمطاعم بالاوتيلات شاليات الرنت كار كله مفول، وهذا الشيء بكبر القلب. يعني كل الاشخاص هلا عم تجرب تستاجر يمكن بالويك اندز او لانه عندنا كمان فرصه عيد الاضحى المبارك، عم بيجربوا ياخذوا شيء عم بيلاقوا كله مفول، من ناحيه اكيد بينفقسوا ولكن من ناحيه ثانيه لازم نكون كثير مبسوطين، لانه هذا ببين قد ايه عن جد العالم عم ترجع على لبنان وعم ترجع توثق بالسياحه وبالبلد. بتعرف لبنان في عنده هيدا السر جوزيف، وين ما تروح وين ما تبعد، قد ما تنجح برا قد ما تحقق نجاحات بدك ترجع على هيدا البلد، بدك ترجع عند اهلك، بدك ترجع لريحه الارز. ما عم بحكي وجدانيات، بس بالفعل هيدي العلاقه اللي بتربط اللبنانيه بلبنان علاقه جدا مميزه، وين ما تروح بدك ترجع على لبنان. فلا مزبوط، الحجوزات فول والمغتربين بيجوا هيك بلهفه، يعني بضب الشنطه ما مصدق، بيكون عامل لها حساب من اول السنه، بيكون عامل بلان وين بده يروح
وين بده يجي. فأهلا وسهلا فيكم، دايما بتنوروا لبنان. وأنا دايما بقول المغترب منه أتقام، المغترب هو أهل البيت. شكرا لكل المغتربين يلي دعموا لبنان بكل الظروف اللي قطعت، بس كمان المغترب بده حقوقه، بده كمان يكون موجود بالانتخاب يقرر طالما أنه عم بيستثمر بمصرياته. أكيد، ووين ما راح بالنهاية بلده لبنان بيرجع لبنان بتلاقيه ارتاح، يعني بيكون عايش برا شغل وركض، بيجي لهون عائلته برفقاته الأماكن اللي بيعرفها اللي بيحبها، فدايما بياخد هيدا النفس تيرجع يقدر يروح ويكمل. ما في. وأكيد نحن عنا بلبنان وهذه شغلة مشتركة إن كان بين الديانات والسياسة، يعني دايما عنا قيم العائلة، بتلاقي بحيلا ثقافة إن كان مسيحية إسلامية درزية، حتى السياسة ما بنفرق بالسياسة، بنلاقي إنه كل الأشخاص عندهم تعلق إن كان بعائلتهم بأرضهم بمنطقتهم اللي هن فيها، فهذا شيء مشترك لازم بالعكس نحتفل فيه كلنا، ولازم نركز على الأشياء المشتركة مش الاختلافات. بس قبل ما نحكي يعني بالكون دكتور بدي بس أقول أكيد. إنه مبارح قد ما لبنان عن جد بعده حلو في إرادة الحياة، مبارح صار في إيفنت بالكازينو أنا كنت عن جد موجودة فيه، وبدي أتشكر جمعية أسوسياسيون أفيك إكسبا وعلى الأمطار يلي عملت هالجمعة الحلوة بالرغم من كل شيء. وأنا بقلب الإيفنت وجهت تحية لأهل جنوب، لأنه ما فيك تكون بهذا المطرح ما يكون في هذه الغصة بقلبك أكيد. وما فينا ما نقول الله يبعد عن جد شبح الحرب عن لبنان كله وعن جنوب، والله يحمي جنوبنا أكيد. وكان الحفل عم بكرم شخصيات، كان جورج شلهوب، كلنا بنعرف يعني مين جورج شلهوب، كان النقيب جهاد الأطرش، كان في شخصيات جدا مميزة بهذا الإيفنت. وبعد في ناس جوزيف بالرغم من كل شيء بتعمل والأنشطة، بعض الكازينو مضوى، كازينو لبنان، بعض الحفلات والسهرات، وهيدي هي إرادة الحياة. أكيد بالنهاية بالرغم من كل شيء بدنا نضل مستمرين وبدنا نجرب نلاقي هيدي الفسحة كرمال نكون عم نتسلى نغير جو وكمان نكون عم ننقل صورة حلوة للبلد بالخارج. باتريسيا بتعرف اليوم ما رح نقدر نتصل بمصلحة الأرصاد الجوية، ولكن قالوا لنا هيدي كل مرة إنه الجمعة بدها تبلش ترتفع درجات الحرارة ورح يصير في كمان موجة حار وغبار، فخلينا ننتبه من هالنقطة، الرطوبة رح تطلع كتير عالية، إذا حسينا بالعبوق مش لأنه شوب لأنه الرطوبة عالية. أخذنا الاتصال منك دغري، عندك كثير معلومات. خلص أنا بتابع الطقس صرت، لأنه الواحد عن جد بتحسيه أوقات ضيق خلقه من وراء الطقس، بقول لك ما بعرف شو بني لأ ضيق خلقه، بتلاقيه لا إنه الطقس، فخلينا نعرف السبب قبل ما نبلش بنهارنا كمان. ومثل ما قلنا رح نعمل جولة على الكوندكتور اليوم على الضيوف اللي عندنا هن، رح نبلش بمقابلة مع مناستر رائد أبو شقرة اللي هو نائب رئيس الاتحاد العربي لرياضات الكومبو اللي هن خصهم برياضة الكونغ فو كمان، ورح يكون معه مالك العياص بطل العالم بلعبة الوشو كونغ فو لسنة 2024 اللي رح نحكي معهم عن مشاركة بعثة لبنان بإيطاليا بهيدي البطولة بالتحديد والميداليات والنتائج اللي حصلوا عليها. حلو كتير. كمان رح نروح لعيد الأضحى، ما فينا نغيب هالمناسبة، للبروفيسور الشيخ محمد حجازي لنحكي أكثر عن معاني هيدا العيد، وطبعا شرب الكرم دايما معنا نهار الخميس ليخبرنا بليتست ترند وأجمل دايما هيك الصور فريش القصص حلوة. فثانك يو شربل، انا مبسوطه انه انت رح تكون معه هالمره. ايه رح تجي انا بالدور نتخانق مين بده يطلع مع شربل، بس اكيد شربل بيعطينا كمان كل التيبس كرمال انتيريور ديزاين، هلا بنعرف معه اكثر شو الموضوع لليوم. رح نكون كمان اليوم مع الدكتور فؤاد ابو نادر تنحكي معه عن العمل المجتمعي وجمعيه نورج. بتعرف قد ايه مهم العمل المجتمعي وقد ايه الجمعيات حلت بالفعل بكثير مطارح محل الدوله. مزبوط. رح يكون معنا الدكتور فؤاد لنحكي اكثر عن الشغل اللي عم تعمله جمعيه بجنوب بشوف بكل لبنان. كمان رح يكون معي البروفيسور يوسف بخاش وهو نقيب أطباء لبنان ورئيس الجمعية الرومية الملكية العالمية لنحكي عن مؤتمر الانتشار للروم الملكيين الكاثوليك. طبعا البروفيسور بخاش رح يحكي شو يعني انتشار وكيف هيدا الموضوع بيتنظم. وأكيد ما بدنا ننسى الفقرة الجديدة كمان اللي انضمت لبرنامجنا مع الزميلة نجوى سابا اللي هي كمان بتتابع كل عناوين الصحف اللي أصدرت لليوم، أكيد بعد فقرة جولي رمال. فهيك بنكون عملنا جولة سريعة على كل المعلومات والضيوف اللي عندنا هن لليوم، بس ما فينا نبلش نهارنا غير مع جولي رمال وهوليستيك موفمنت.
مرحبا، معكم جيلي رمال. اليوم نحن بدراكس الباور ورك اوت لأبر بودي مع وزن خفيف، يعني كيلو كيلو ونص ماكسيموم 2 كيلو. اليوم نحن بدنا نشتغل البايسبس والترايسبس الكتف والأبر باك هون. alright so let's begin very easy. We're gonna start side touch هون 10 مرات هون. يلا let's go. number 2 full نفس 3 يلا 4 5 6 7 8 9 10 يلا العشرة نحن عندك stop. We're gonna power in and out 10 مرات. شد المعدي منيح لجوا. يلا let's go. number 4 5 6 7 8 9 على الأشرة نحن بدبروم على الشمال مع بوكس بوكس وميني سكوات هون. alright let's begin 10 مرات. 1 2 3 let's go. number 2 2 2 3 3 3 هلا بس عم تعمل بوكس لازم تعمل full stretch. let's go. 5 5 5 5 6 6 6 7 7 7 8 8 8 9 9 9 يلا اخر وحده. اوكي اكسلنت. هلا بدعم البوكس بس على الشمال. رايت فول اكستنشن. سكويز يور ستمك. شد المعده منيح لجوا. يلا ليتس جو. 5 6 7 8 9 العشرة زيت الشيء بس هلا اليمين. ريدي ليتس جو. فول بوكس. 1 2 فول باور. 3 4 5 6 7 8 9 العشرة نحن عندك ستوب. خلينا نشتغل شوي على الكيف. You're gonna push your hands لفوق لتحت بسرعة. 1 2 good full stretch. 3 4 5 6 7 8 9 العشرة نحن عندك ستوب هون. We're gonna push one hand لتحت لفوق كمان عم تعمل stretch لتحت. Let's go. 5 6 7 8 9 and stop and change. تاني ايد. Let's go. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 والعشرة في stop هون. You're gonna open up your arms. افتح الشست الصدر هون. 3 4 5 6 7 8 9 خلينا نرجع هون على الكتف. You're gonna open up the arms على الجنب ونرجع هون. يلا خلينا ركز. 2 يلا keep going full power. 3 push. 4 and 5 6 7 8 9 هلا biceps على الجنب هون. ready full power بس عشرة هون. شدر على الدليل منيح. let's go power workout. 3 4 5 6 7 8 9 هلا directly على triceps. roll your shoulders back. الصدر بده يكون لقدام. we're gonna push triceps هون 10 مرات. يلا 1 2 3 push. 4 5 6 7 8 don't stop bring your hands لقدام. you're gonna press your hands على جنب ونرجع هون 10. let's go. 1 press 2 3 4 keep going. 5 6 7 8 9 stay with me. نرجع هون على box على الشمال. box box triceps هون. let's continue. alright هلا بالهيدا حركات نحن عم نشتغل كتير على stretching. okay so we go شمال يمين tricep extension. go 2 2 2 full stretch power. 3 3 3 breathing. 4 يلا excellent keep going. number 5 all right here we go. number 6 excellent. number 7 press and stretch. يلا 8 number 9 excellent. اخر واحدة box box triceps. relax your muscles. خلينا نشغل زيت الشي هلا اليمين. ready let's begin. box box triceps. هلا بس عم تعمل triceps جلسة ظهر هون. هيدا ممنوع. نحن بتكون straight back. alright again we begin. 1 2 3 يلا 2 3 excellent breathing. 4 4 هلا عم اشتغل مع control واكيد في power هون. يلا هلا 5 يلا 6 excellent 7 okay
here we go. Number 8. Excellent. Number 9. يلا اخر وحده. 10 triceps. نرجع البايسبس. Number 2. The second set. Let's full stretch it all the way up and down. Power. Okay. So هلا بالهيدا الشغل يعني نحن عم نشتغل على الستريتشنج على عضلات صغير وكبير كمان بنفس الوقت، اوكي؟ هلا بس خلصت اشهر نرجع الشولدر بريس لفوق. Are you ready? Let's go. من الصدر we go all the way up, down. 2. Breathing. Full power. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Stop هون. We're gonna reach the right hand again لتحت لفوق 10 مرات. Full power. شوي أسرع هون. Keep working out. يلا let's go. بعد 4 3 2 and change your hands. Each male لتحت لفوق 10. Let's go. 3 4 5 6 7. We're gonna get ready now for the back exercise. Ready? We bring the weights على الصدر. نرجع هون. Back is straight. Open and close ashlamarat. 1, 2, breathing. 3, 4, 5, 6, 7, guess. 8, number 9, al ashra fi stop hone. Bend your arms at 90 degrees. Let's go down. Lafu ashra. Okay? So nahna am shtagal kul adalat sura, okay? For a power workout. Bas ashra diya maximum wa khalasat hon. Alright? Let's go. Baad 4. 3 2 اخر وحده. Take a break, relax your muscles. Excellent. حاليا ركز هلا على upper body, back muscles, الظهر. Alright, so nice and easy. We're gonna go ahead. Turn, turn, press, press. نرجع. Turn, turn, يعني stretch, stretch, squeeze, stretch. يلا 10 مرات. 3 3 3 3. حاليا راس لفوق هون 4. Full press 4 و4. 5. Excellent. هلا بس عم برم هون، برم أكثر على اليمين. بعد. And press. Press. Again, we go. 1, 2, 3, 4. يلا آخر وحدة هون. Excellent. And let's go. Change your sides هون على الشمال. زيتي حركة. Alright? We turn. 1, 2, 3, 4. Okay? Full stretch. 2. Excellent. And press. 2. Number 3. Excellent. يلا let's keep going. 4 and press. Okay. هلا 5 press. Okay. 6 excellent. 7 press. يلا 8 press. يلا بعد في 2 9 press. Okay. اخر واحدة هون and press. Roll your shoulders back. We open our shoulders. Let's go. 5, 6, 7, 8, 9. Change directions. لقدام 10 مرات. Okay? As much as you can. لفوق لتحت. 5, 6, 7, 8, 9. على 10. You're going to lock your hands لتحت. Stand straight. جلسة ظهر هون. Pick it up. 1, 2. Last exercise. آخر حركات يوم. And you're doing a great job. يلا بعد 5. Keep going. بعد 3. 2. آخر وحدة. شيل الوزن هون على الجنب. هني تعمل شوي stretching هون. Opening your arms. Relax your chest. Excellent. إيدين لفوق لتحت شوي مرتاح. Alright. So هيدا حركات نحن فينا نعمل كل يوم. يعني بس 10 دقيقة. Very quickly. بس بتكون أحسن وأحسن. تعمل أكثر وزن يعني. بركي هلا يوم نحن بلشت مع كيلو. تاني مرة بتكون كيلو ونص، ثلاثة مرات بتكون 2 كيلو، اوكي؟ بس مش أكثر من 2 كيلو. هيدا بدي أعمل شوي العضلات هون البايسبس، ترايسبس، الكتاف، الصدر، شولدرز، اوكي؟ Very important to breathe and drink your water during the exercise. بس خلصت تاخد نفس، inhale, exhale، بعد مرتين هون، relaxing your mind, feeling good this morning. And don't forget to watch me on the next episodes. See you guys next time.
صباح الخير ونهار جديد وأخبار جديدة لنهار الخميس 13/6/2024. والبداية بتكون مع منشط النهار. الاشتعال الميداني الأخطر، هل تبقى الحرب ممنوعة؟ أكثر من 17 عملية تقصف لحزب الله ردا على اغتيال القيادي الأبرز لديه. بلينكن، نحاول منع التصعيد في جنوب لبنان ولا أحد يرغب في حرب هناك. تراجع طفيف في التأييد لحماس في غزة، وخيار المقاومة المسلحة لا يزال مرتفعا. بعد ضربتي الهرمل وجوية الموجعتين، حزب الله أمام تحديات ميدانية أضخم. وننتقل إلى صفحات الداخلية ونقرأ ما جاء في أسرار النهار، ونبدأ بالسر الأول. تواجه بعض الأندية والجمعيات والروابط في مناطق عديدة صعوبات في الحصول على دعم من مرجعيات سياسية ونواب وفعاليات لإقامة مهرجانات، والجواب يأتي بأن الأوضاع الاقتصادية صعبة ولا يمكن الدعم في مثل هذه الظروف. قال مسؤول سابق في التيار الوطني الحر أن رئيس التيار لن يقدم على المزيد من عمليات الإقصاء المباشر في انتظار الانتخابات النيابية المقبلة، حيث سيعمل لإسقاط أسماء محددة وإقصائها تلقائياً. عبر أحد كبار المسؤولين في صندوق النقد الدولي عن تقديره وإعجابه بدور أحد رؤساء اللجان النيابية بعد ندوة أقامها صندوق النقد الدولي بمشاركة من إحدى الجامعات العريقة والمجتمع المدني وفاعليات اقتصادية وسياسية. والآن نقرأ السر الأخير. على الرغم اعتبار جمعيات بيئية أنها حققت انتصاراً بإزالة إنشاءات مخالفة على ضفاف نهر الكلب العام الماضي، فإن أصحاب الإنشاءات عاودوا العمل على رفعها مع بدء موسم الصيف، وذلك بموافقة وزارة الطاقة، على الرغم من عدم موافقة وزارة البيئة على دراسة تقييم الأثر البيئي لعدم قانونية الأعمال. والآن نقرأ مشاهدينا ما جاء في صحيفة الأخبار. أمريكا تتهرب من الضمانات، نحن نكفل إسرائيل. من البوسنة إلى بنت جبيل، كل الميادين تؤدي إلى فلسطين. المدارس تضاعف الأرباح الغير مشروعة، وردود المقاومة على الاغتيال ستعمق مأزق العدو. نهاية الاتفاق مع صندوق النقد الدولي. والآن إلى صحيفة اللواء. قذائف جهنم على مواقع الاحتلال وراء الحدود، والمخاوف مرتفعة من التصعيد. توافق عوني جنبلطي على لوبي ضاغط وورقة النزوح أمام مجلس الوزراء غدا. بداية النهاية، إسرائيل على قائمة العار. بلينكين يبحث عن وقف النار أم التمهيد لجولة جديدة من الدمار. البيت الأبيض لإنهاء القتال وعودة الأسرى، وجباليا تواجه الجوع كجرائم حرب إضافية. والآن إلى صحيفة الجمهورية. واشنطن هدنة غزة تعجل بالحل اللبناني، والسباحة عكس التيار. هل قرأ باسيل في كتاب جنبلاط؟ وحركات التوافق لا تقنع الرافضين، وتصعيد عنيف لحزب الله ضد الإسرائيليين. والآن نقرأ ما جاء في صحيفة نداء الوطن. حزب الله يتوعد بالثأر لمقتل القائد الأرفع منذ بداية المواجهات. وخلاصة المبادرات، فرنجية في بعبدة أو بري رئيس جمهورية المفاوضات. عقوبات أمريكية على كيانات روسية، وموسكو توسع تدريباتها النووية. بن سلمان وزيلينسكي يبحثان قمة سويسرا. والآن نقرأ ما جاء في صحيفة الديار. الحراك الرئاسي رماد وملح، وهوكستين ساعة الصفر في غزة تشمل الجنوب.
باسيل يطرح الذهاب إلى الحوار دون القوات وعودة الشيخين، معركة الرئاسة الثالثة بدأت، الامتحانات الرسمية قائمة إلا إذا. والآن إلى صحيفة البناء، بلينكن من تهديد حماس لقبول الصفقة إلى عقلانية التعامل مع رد المقاومة بانفتاح، واغتيال القيادي في المقاومة طالب عبد الله يرتب ردا ناريا نوعيا يشعل جبهة الشمال. صفي الدين إذا كان العدو يئن ويصرخ الآن فإن عليه الاستعداد للبكاء والتعويل. وأخيرا صحيفة الشرق، آخر حديث صحفي للشرق للزعيم توني فرنجية منذ 46 عاما، الجزء الثاني، وحماس تطلب ضمانات أمريكية والحزب يمطر إسرائيل بالصواريخ، أمريكا تخسر العالم العربي والصين تجني الثمار، اليمين المتطرف يغير أوروبا أم يتغير. مشاهدينا الختام سنكون مع كاريكاتير من صحيفة اللواء، ونرى باسيل وجنبلاط يتفقان على تشكيل قوة ضغط للضغط، هيدا المطلوب بالضبط.